مساء الفل يا أكيلة في كل مكان، بنحاول نلاقي لكم الجديد. كل مرة بنقول لكم كده الجديد، المرة دي من شارع الترعة في شبرا، حاله صغنون كده اسمه أركان، بيعمل عجينة المناقيش بيستعملها في البيتزا، في العيش، ساندوتشات يعملوا رول. يعني تقدر تقول إن عمل ميرج ما بين اللبناني في العجينة بس، وما بين الأطباق الانترناشونال اللي احنا متعودين عليها، أو حتى الفول المصري بيعملوا على مناقيش. فكرة نميسة شوية، تعالوا كده ايه نجرب ونشوف ايه الموضوع. طيب فوزي، عايزين نتكلم على الفكرة نفسها. فكرة أركان جت ازاي؟ أركان هو عشان المطعم في ركن صغير في المكان، فحبينا نعمله ركن للأكيلة، ركن للي بيحب الأكل، ركن للناس تحب تاكل فيه. فهي أركان على اساس ان يبقى فيه فروع تانية يعني؟ احنا عاملين تارجت ان احنا يبقى عندنا مثلا 5 فروع 6 فروع، ربنا يزيد، على مدار كام سنة إن شاء الله، بس يعني دي حاجة بتاعت ربنا. طيب انتوا 5 شركاء؟ احنا 5 شركاء. انت الشريك الشيف الشيف اللي ماسك المطبخ. طيب الريسبيز دي، فكرة ان انت تستعمل عجينة المناقيش بدل العيش في البرجر وفي الساندوتشات وكل حاجة، دي كانت فكرة مين؟ دي كانت فكرتي انا. اشتغلت كتير في مطاعم لبناني، فهمت كتير، فحبيت اجرب العجينة دي ان انا استخدمها في كل حاجة. بنستعملها في البيتزا؟ ليه محرومين منها ان احنا ما نستخدمهاش في حاجه؟ عجينه البيتزا مختلفه جدا بعجينه المنقوشه. حلو قوي. ايه الفرق ما بين عجينه المنقوش وعجينه البيتزا برضو للساده المشاهدين؟ عجينه المنقوشه بتبقى رقيقه شويه، ما بتبقاش تقيله، ما بتحسش ان هي. طب البيتزا فيه بس هي مكونات البيتزا بيدخل فيها بعض المكونات بتخليها تقيله. عجينه المنقوشه هي اوريدي خفيفه، حتى بعد ما تاكلها ما بتحسش ان هي تعبتك. عجينه البيتزا بيبقى فيها ايه؟ دقيق، وفيها بيبقى زبده، فيها من ضمن مكونات الزبده، فدي لوحدها تقيله. عجينه المنقوشه ما بتاخدش الزبده، مجرد بس الخميره والدقيق والزيت، دي مكوناتها كلها. ما بتاخدش حاجه تقيله يعني. وكمان تيست المنقوشه، لما جربت عجينه المنقوشه في البيتزا مع مكوناتها لقيتها طعمها حلو جدا، فقلت اجربها في كل حاجه. عملت الساندوتش بنفس الطريقه، كل الساندويتش بيبقى رول بالعجينه اللبناني، عملت بقى دخلت كل حاجه ان الناس بتحب تاكلها جوه العجينه، يعني اعمل البانيه جوه العجينه. انت عامه بتستعملش عيش، بتستعمل العجينه بتاعتي. اوكي، انا شايف شويه فحم جوه، دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت المشاوي. برضو دخلت لان الناس بتحب، طبعا مش كله بيحب الساندويتش والبيتزا، في ناس بتحب الاطباق، فلازم تضيف لهم ان انت يبقى عندك اوبشن المشاوي. غير كده ان كل الحاجه اللي عندي بتبقى مشويه، حتى البرجر انا بعمله بطريقه مختلفه. أحب أدوه. البرجر بيتشوي على الفحم فبينزل كل الدهون بتاعته، فبتاكل حاجه مظبوطه. غير كده ان تيست الفحم فيه بيبقى رائع. نجرب ده. طيب انا شايف برضو انت رغم ان المحل صغير انت عامل فرن بيتزا. طبعا الطوب الحراري وكل حاجه، مظبط نفسك يعني. هي ده السحر، هي الفرن دي السحر. التيست ذات نفسه بتاع العجينه بيبقى اكتر حلو مع الارضيه بتاعه الفرن. ده غاز ولا خشب ولا ايه؟ لا غاز. ده غاز. اوكي. كنت عايز اسالك ايه تاني؟ المنيو انت حطيته على اساس ايه؟ على اساس خبرتك انت في مطعم لبناني؟ على اساس خبرتي وعلى اساس هل عملت اي نوع من انواع السيرفي هنا في شبرا في شارع الترعة، ممكن يحبوا ايه ما يحبوش ايه بالظبط؟ انا اصلا شبراوي، فانا من عارف شبرا. انا من الشارع اللي قدام المطعم على طول. بالظبط. فعلى طول هذا انت ما بعدتش يعني؟ ما بعدتش خالص. انا حتى لما حبيت افتح المشروع في بدايتي حسيت ان شبرا محرومه شويه من مطعم لبناني. مطعم انا ما سمعتش عن لبناني. فعلا ما سمعتش عن مطاعم لبناني. عندنا اكل الشرقي كتير، الاكل الشعبي كتير موجود، وعندنا ناس سيفود وعندك بالظبط كل حاجه موجوده، بس فكره ان انت تعمل بس في مطاعم سوري شفتها.
في مطاعم هنا في شارع الترع انا شفت واحد بالظبط موجودين، بس برضو العجينه السوري مختلفه تماما عن العجينه اللبنانية. انت ادرى تستاهل مختلف تماما والانجريديان بتاعت الساندويتش مختلفه. طيب تعالى ايه عشان عاده الساده المشاهدين بيبقوا عايزين يشوفوا الاكل اكتر منا الكلام يعني تمام. فخلينا كده احنا خدنا بسرعه فكره عن ايه فكرك في المطبخ وايه هي اركانه ومعموله ازاي. تعال نخش في الاكل. هتدوقني ايه اول حاجه؟ عايز ادوق منقوشه الفول دي. هي مستفزاني جدا ان انت عامل الفول حبيبي وروح قلبي حطه على منقوشه لبناني. ما انا ده لازم ادوق عشان نغير الواقع يعني. هو الفول موجود، هو الفول واقعي وحلو جدا. حلو اوعى اوكي اوعى ماشي من بس احنا اعتدنا عليه. الفول يربي العقول. اعتدنا عليه بشكل معين. ايوه فحبينا بالظبط. ما هو مدمس اوكي. زي فول زي دتميس على طول معروفه. حبينا نغير شكله شويه ندلعه. طب الفول اللي انت حطه فوق المنقوش ده بقى انت يعني تحويجه لبناني برضو. تحويجه لبناني تيستو مختلف. لا 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 بس طب حلو جدا والتيست المنقوشه معاه حلو. طب ودواني منقوشه ايه تاني؟ في منقوشه الزعتر حلوم. زعتر وجبن حلوم دي منقوشه لبناني بيور طبعا. طيب ندخل عايز ادوق البرجر اللي على الفحم طبعا عايز اشوفه ده حاجه. وايه ساندوتش تاني؟ في التشيش طاووق. التشيش طاووق مختلف تماما عن اللي ممكن تدوقه بره لان الانجريديان بتاعته المكونات مختلفه. اوكي مختلفة. عندك يعني انت عندك انا بعمله بتست مختلف يعني. بالظبط انا بتتبيله مختلفه ومكونات مختلفه. ونيجي بقى على موضوع البيتزا اللي بالاناناس ده اللي احنا كنا سمعنا عنها قبل ما نيجي. دي فكره كده ان انت تجمع الحلو مع الحلو فيعني دي السيجنتشر بليت بتاعك او السيجنتشر بيتزا بتاعتك. دي قويه جدا وليها معجبين كتير. دن ميرسي يا صديقي. ندخل على الاكل. اوكي سلام. ده منقوش جبنه وزعتر. افتحها كده عشان تشوفوها. اوكي حلوم وزعتر. وده المنقوش الفول. نبتدي بالحلوم وزعتر. ناخد قطمه كده بس. طعمها حلو. فتوى من عندي كده. انا ممكن ارش عليها زيت زيتون. انا ارش عليها من جوه كده زيت زيتون. بس دي فتوى من عندي. معرفش انا مش شيف يعني. هو أدرى. طب ناخد خياري عشان نغير طعم بقنا. عايزين نخش على الاختراع ده بقى. ده أحد أسباب اللي أنا كنت عايز أعمل فيه المطعم وهو منقوش الفول ده. طحينة لفوق. أوكي يلا. طعم الفول اللي بالصلصة. عارفين الفول اللي بالصلصة؟ الناس اللي بتاكل فول عارفة طعم الفول اللي بالصلصة محطوط على مناقيش. طبعا الميزة بالنسبة معرفش احنا بقى الحلقة دي هتتذاع امتى، بس الميزة ان دي صيامي مفيهاش اي نوع من انواع الدهون او الحاجة اللي جاية من حيوان يعني. طيب النتيجة انشكاح. نخش على اللي بعده. نيجي بقى للبرجر لان هو ده يعني. هو فيه طبعا اهو الشيش طاووق، بس انا كنت عايز ادوق البرجر بالذات على الفحم وبعيش اللي هو العجينه اللي قلنا عليها دي. مش مركز دلوقتي خالص، انا عايز اخش في الفرن. عندك حق يا شباب. عندك حق يا شباب. تحفه. عندي تعليق بسيط هبقوله في الاخر.
هقوله دلوقتي. البرجر طالع مع الفحم سخن بس بقيه المكونات ساقعه. فبيتهيالي كان لازم يتعمل زي بعض المطاعم اللبناني والسوري بيعملوا ايه؟ بعد ما يعملوا ساندويتش بيحطوه على الجريل ويحطوا عليه تقيله. فيسخن من بره العيش ويسخن من جوه. تاني انا بفتي بس هي انا بقول اللي انا حاسه. البرجر دافي لانه برد بسبب السلطه. نخش على هذا الكائن شكله very interesting. بصوا من فوق كده. توميه توم. الطعم ده دقته في الشاورما الجاج في عمان في الاردن. اللي هو الطعم اللي مدي على التوم ده. اذا هو الشيف قوي جدا في موضوع الرولز اللي معموله بعجينه المناقيش. برافو. هجيله بعدين. ندخل على البيتزا. قبل ما ندخل على البيتزا عايز ادوق السلطات بتاعته. هو كان مصمم يطلع لي بابا غنوج وتوميه وحمص. ندوق البابا غنوج الاول. هو اللبناني اللي هي الطحينه فيها اعلى من البتنجان وزيت زيتون. اوكي هو الطعم اللبناني يعني مش البابا غنوش المفضله بالنسبه لي بس هو الطعم اللبناني اللي انا دقته في لبنان. توميه كما قال الكتاب توميه بجد يعني دي ما تاكلهاش وتبوس ما ينفعش. اوكي وبعدين الحمص حلو. برافو. طيب هو واخد سلطات اللبناني بجد مش ممصرها يعني. برافو عليك. نيجي بقى للبيتزا. انا شايف جبنه وشايف بيبروني ولا ايه ده؟ شو هذا؟ ده اسمه ايه؟ روز بيف كولد كاتس روز بيف. خلينا ناخد قطمه صغنونه. طبعا ميزه في الاناناس انا لسه حقيقه عارفها من كام يوم يعني ما كانتش معلومه قديمه بالنسبه لي هو ان الاناناس كفاكهه بتعمل على تجديد كرات الدم يعني بتجدد الدم فيعني واضح ان هو حاجه مفيده. طب عجبني انا الجبنه السايحه النايحه دي. اوكي حلو فكره حلو يعني تحب ان انت من وقت لاخر تاكلها لان هي فكره السويت اند ساور اللي هو البيتزا بس هو يعني ده مش ساور قوي هو بس المسكر في الفاكهه مع المالح اللي هي البيتزا ومعموله حلو ومتوزعه الاناناس حلو صارف عليها يعني الراجل مش بخيل والزعتر من على الوش. تحفه. سيبكم دلوقتي كمل الحته دي واروح للحلو اللي معمول برضو بنفس العجينة والأسعار. قبل ما ادخل في الحلو عايز الم الموضوع. المكان صغير هبتدي بالعيوب بعد كده اقعد اشكر يعني. مكان صغير فبالتالي انت قعدتك زي ما انت شايف كده يعني مش كومفورتبل قوي بس انت قاعد شباب يعني بالنسبه لكبار السن تبقى عارف بالنسبه لكبار الحجم يعني الكرسي مش معمول لنا قوي يعني زي ما انتوا شايفين انتوا غالبا مش شايفين حاجه من الكرسي اصلا. المهم ده اول عيب. تاني عيب هم عاملين حساب انه كم شهر اللي هما كانوا فيه اللي فاتوا ده كان الجو بارد فما حطوش لسه التكييف فدي بس دي هتتحل خلاص يعني في خلال الفتره اللي جايه دي هتلاقي التكييف ركب فانت يعني انا حران حبتين وانا بعد
ده العيوب. المزايا بقى خد عندك، هما اولا اربع شباب مع بعض طلعوا مش خمسه، فوزي بس ما كانش مركز، هما اربع شباب، شباب زي العسل وجمال قوي. الشباب اللي شغال معاهم زي العسل وجمال قوي. المكان زي ما انتم شايفينه كده، تحس كده ان هو جديد. هم اي نعم غسلوه غسله العيد قبل البرنامج، بس يعني جواسيسي قالوا لي ان هو عامه نظيف، اكلهم نظيف، الشيف بيشتغل واخد باله من حته الهيجين، طريقه التقديم. عرفنا بعد كده ان هو كان شاف بقاله مش عارف كام سنه في مطعم لبناني، ففهمنا الخبره جايه منين، وهو بيستعمل خبرته دي كلها في الاطباق اللي بتطلع لك. نوع اللحمه اللي استعملها عشان يعمل البرجر، الخيار المخلل اللي هو مخلله بنفسه، التفاصيل الصغيره اللي بتعمل الفرق ما بينك وما بين اي مطعم تاني. يعني ما كل مطاعم اللبناني كتير منهم شاطرين، بس ايه اللي يفرق؟ هي التاتشات الشخصيه بتاعتك، وده موجود في اركان. طبعا تواجده جوه شبرا انتوا عارفين من اقرب الاماكن الى قلب يعني، وتعدادها كبير قوي، فالراجل يعني عنده فرصة كبيرة انه يجود ويشتغل على الناس اللي حواليه، وبالذات ان فيه هو عامل حاجات اللي هي صيامي والمسيحيين كتير في شبرا، فبالتالي عنده فرصة انه يقعد يجود يعني، او يخترع لهم في حاجات. وانا عجبني قوي الاختراع بتاع الفول، رغم ان انا اكيل فول يعني، انا باكل فول زيت حار طحينة زيادة يعني، انما الخلطة اللي هو عاملها للفول وحاططها على المنقوش حلوة، استوكيوفت يعني، جميل. اوكي لخصنا احنا كده. طيب ندوق ده كمان بالمره عشان نقول راينا فيه، وبعدين نخش على الاسعار، ولو اني غالبا ايدي هتدوحس. لا طب خلينا اقول الاسعار الاول. مش هي دي مش هي دي اللي انا معلم فيها. طيب احنا دوقنا البيتزا الاناناس دي، الميديم ب 25 جنيه واللارج ب 36 جنيه، ودقنا الشيش طاووق ساندويتش، الشيش طاووق ب 18، والرول او ورول البرجر ب 15، ودقنا الشوكو موز ده اللي هو ده، دي الشوكولاته القابله للطي، ابدا لا مش طي، قابله للسبريد اللي هي الشوكولاته الصايحه يعني بالموز. ودي خلطه بتاعته هو بقى، هم مسمينها حتى شوكو ايه، شوكو اركان. شوكو اركان دي كيكه شوكولاته وقرفه وحاجات كتير، انا اكشلي مش عايز اقول هي ايه عشان هو ليه الخلطه بتاعته. دي بشوكو موز دي ب 10 والشوكو اركان ب 8، ياه طب ارخص من دي. اوكي طب اديك انتوا عرفتوا. والمناقيش بتاعه الجبنه والمناقيش الفول فين؟ المناقيش بتاعه الجبنه وال منقوش الفول ب 10، والمناقيش بتاعه الجبنه بالزعتر الحلوم بالزعتر لسه ما اتحطتش، كنت بكلمكم عن الحر ابتديت اتصبب عرق. اوكي لخصنا كده الموضوع، لخصنا الطعم، لخصنا الاسعار، ندوق الحلو ده نلطم ونقفل على طول. بص شكلها عامل ازاي، طبعا هو افترى ان انت تحط الكيك جوه عيش، حتى لو العيش عباره عن عجين يعني افترى. فانا هاخد فتمه صغنونه بس بقى. اوكي هنا الطعم الغالب قوي هو القرفه، القرفه من الحاجات اللي انت لما تحطها على اي حاجه الفليفر بتاعها بيبقى واضح قوي. بعد كده ندخل على اللي هي الثانيه اللي بالشوكولاته الصايحه، نفسي اخد واحده ما ببهدلش نفسي بيها، ما افتكرش انه هينفع لان هو كلهم جواه موز. اوكي دي غالبا نهله هتقوم بيها الطبق كله، ما هي بتاكلش الشوكولاته اصلا. انا مش من هواة الحلويات، ولكن اقدر اقول مستريح ان هو السكر بتاعها مش عالي قوي بالنسبه للكيك، رغم ان هو كيك انا ما دي عالي قوي بتاعت الموز دي. اللي بيحب الشوكولاته السايحه واللي بيحب الحلويات هيعجبوا اول الاثنين دول. بكده انا بوصلنا لاخر حلقتنا من النهارده، مش هدوس في حاجه من دي تاني زي ما بقول لكم، ده تخصص نهله. نشوفكم ان شاء الله في حلقه تانيه من الاكل.